طريقة أوضح تفضل. شوي، كيف أبرمج جسمي على نظام يومي معين فأنام مثلا 10 بالليل وأستيقظ 9 صباحا؟ هي نومة مخربط كتير، فشلون بنعمل، شلون بننظم حياتنا؟ إذا بدنا نظبط النوم، أول شيء بدنا نعمله هي بدنا نحط ألارم لو تضايقنا شوي، وبدنا نجبر حالنا نوعا بكير. هيدي أول فترة. بدنا نعبي وقتنا، بدنا نعمل رياضة بالنهار نوصل جسمنا لمرحلة إنه تعب وبحاجة لنوم. هلا تمام. بنفوت على التخت، بدنا نطفي كل الأضوية، ما بنحط تلفزيون، ما بنقعد على السوشيال ميديا قبل النوم، ما بنعمل قصص بتخلي العقل يضل عم يلعب. فينا تمام. نعمل مديتيشن، فينا نعمل قصص تروق الاعصاب، فينا نحط ميوزك خصوصي للنوم، وبدنا نعمل مجهود. انا ما عم اقول لكم هذه شغله هينه بتصير بلحظه، لا، أكيد لا. بدها تاخذ عن جد، بده يكون واحد ناوي ناوي يغير هالشغله، وبده يضل يجاهد جمعه جمعتين Yeah. شهر شهرين يوصل له. بس بدي اقول لكم شغله، بدي اقول لك شغله، انه ما بحياه الانسان فشل بشغله طول ما هو ما عم يستسلم. نضل ننبش، اخر شيء رح نلاقي الحل. بس هول البيزكس، هول القصص الاساسيه اللي كنا نستعملهم كبدايه.